السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير، معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع تقرير الحر. اليوم عندنا عملية فتح صندوق للهاتف محمول هواوي السيند ميت 7، واحد من أفضل الأجهزة التي صدرت للعام 2014، هاتف جدا مميز من ناحية التصميم ومواصفات وحتى التقنيات، متوفر في السوق السعودي بثلاث ألوان، عندك اللون الفضي واللون الرمادي وحتى اللون الذهبي، 16 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت و 32 جيجا بايت بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت بسعر منافس مقارنة بالتقنيات اللي راح تاخذها من هذا الهاتف، يبدأ من 1800 ريال سعودي. فهذا هو الهاتف في اللون الذهبي وعليه بعض المعلومات راح ارجع لها بعدين، راح احطها على جنب. هنا راح تشوف شيء مال ام داي، هنا راح تشوف شيء حلو جميل جدا وهو جراب، فنادر جدا شركة تحط لك جراب مع الهاتف المحمول، فبدل ما تشتري جراب بتكلفة إضافية فهنا راح تاخذ جراب إضافي وكتيب معلومات. هذا الدبوس الخاص بإخراج الشريحتين أو الذاكرة الخارجية، وراح أقول لك ليش الشريحتين والذاكرة الخارجية بعد شوي. هنا راح تشوف برضو وصلة مايكرو اس بي، هنا إذا حبيت تشحن حلوة الحركة، إذا حبيت تشحن جوالك الثاني من خلال هواوي سين ميت 7، لأنه يحمل بطارية ضخمة جدا 4100 ملي أمبير، فحركة أشوفها كويسة. السماعات عندك هنا موجودة، وأخيرا المقبس. فهذه المحتويات الخاصة بهذا الهاتف المحمول الهواوي السين ميت 7. فهنا تقنية البصمة الخاصة اللي أشوفها افضل هاتف اندرويد يعمل بتقنيه البصمه بشكل سريع جدا وخصائص اضافيه. فهنا منفذ الذاكره الخارجيه واللي يعمل ايضا بنفس فكره الشريحه الثانيه اللي هي من نوع النانو سيم، وهنا المايكرو سيم اللي هي تدعم شبكات الجيل الرابع، زرية التحكم مستوى الصوت، زر الخاص بالطاقة، المعلومات انه الهاتف يقول لك انه 6 انش 1080 بي، سماكة هذا الهاتف 7.9 مليمتر، وزن كامل له 185 جرام. يعني جودة التصنيع ممتازة، الإطار جدا نحيل بنسبة 83%، هو أعلى نسبة موجودة في عالم الهواتف المحمولة. الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل مع فلاش الإي دي، 5 ميجا بكسل مناسبة سيلفي واللي بإمكانها تصوير فيديو بدقة 720 بي، نظام الأندرويد 4.4 المعروف باسم الكيت كات مع الواجهة النسخة الثالثة. فهذه المعلومات سبق أنه سردناها لكم في فيديو سابق لهذا الهاتف المحمول، فعلمونا وش الانطباعات، هل هذا فعلا هاتف مميز جدا أو رأيكم عن السعر الخاص فيه، اكتبوا في خانة التعليقات أراءكم عن هذا الهاتف المحمول. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.